هنروح مع حضراتكم طبعا لمتابعه وتحليل عن المؤتمر الطبي الثاني المنعقد في ارض المعارض في طبعا مكانها الجديد وبحضور اكثر من 90 دوله وعشرات بل مئات من المؤسسات الطبيه في القاره الافريقيه ودوليا ايضا. وكان في تصريحات مهمه كثيره النهارده، وعايزين نتوقف عند أهمية هذا المؤتمر وأهم ما جاء فيه من تصريحات وإيه اللي ممكن أن يمثله كفارق في النظام الصحي بالنسبة للقارة الإفريقية. احنا بينضم إلينا عبر زوم الدكتور محمد خرشد رئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير. أهلا بك دكتور منورنا. أهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير على سعادتك وعلى جميع السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بيك. هبدأ معاك من أهمية مؤتمر بهذا الحجم. احنا طول الوقت طبعا بنسمع أنه الأطباء دائما في مؤتمرات علمية في الداخل والخارج، وهي جزء رئيسي من عملهم ووظيفتهم ومن أسس التطوير، لأنه دي مهنة فيها كل يوم الجديد والجديد. واللافت أنه هذا العام يعني تحت مظلة وعنوان جميل نحو التجارة والابتكار. لو حضرتك بسط لنا بالنسبة أنا كجمهور عام أشوف المؤتمر ده إزاي وأهميته إزاي؟ أول حاجة يا فندم، طبعا هو إحنا زي ما حضرتك قلت المؤتمرات العلمية زي ما نقول هي دي رأس المال بتاعنا، وهو ده اللي زي ما بيقولوا البضاعة اللي إحنا بنبيعها للمريض بتاعنا. إحنا بنطور نفسنا من الناحية العلمية، بنتعلم الأجهزة الجديدة كل يوم، في يعني أجهزة جديدة وتكنولوجيا جديدة بتخش في المجال الطبي، ومهم جدا إحنا طبعا نكون ملمين بيها. يمكن المؤتمر بالذات ده حضرتك مش بتتكلم على مؤتمر واحد، ده يمكن تحت مظلة المؤتمر ده لكل تخصص في الطب في مؤتمر منفصل. احنا دائما لينا علاقات وطيده طبعا بافريقيا، ودائما احنا معتادين ان بيجي لنا اطباء من افريقيا يتدربوا معانا هنا، واحنا ساعات بنروح لدول افريقيه ندربهم هناك في بلادهم على الاجهزه عندهم. يعني المؤتمر ده قدر ان احنا نعمل شكل لقصه التدريب دي وقصه التعاون العلمي ما بيننا وبين افريقيا ده على الجانب العلمي طبعا، وقدرنا ان احنا نتواصل ويكون في شغل اقرب ما بيننا وما بينهم، ازاي نقدر نشتغل في البحث العلمي سوا، ازاي نقدر نشوف ايه المشاكل اللي عندهم او التشالنجز التحديات في الرعايه الطبيه عندهم، هم يشوفوا كمان احنا عندنا التجربه بتاعتنا وازاي قدرنا ننجح فيها. يمكن فخامه الرئيس ذاكر النهارده على تجربه فيروس سي والتجربه الرياديه اللي كانت فيها والتجربه بتاعت الكورونا، ويمكن دايما لما بيكون في تعاون مع بعض، وزي ما قال برضه فخامه الرئيس ان لما بيكون احنا طبعا اقتصاديا ما عندناش الموارد اللي موجوده في دول كبيره، انما مع بعض كقاره افريقيا ممكن ان احنا نقدر نتطور، نقدر نتعاون، ونقدر ان احنا نقدم احسن خدمه للمرضى بتوعنا على مستوى القاره كلها. دي حاجه. الحاجه الثانيه والمهمه جدا ان احنا طول عمرنا البوابه بتاعت افريقيا من ناحيه التكنولوجيا، من ناحيه الاجهزه، من ناحيه الكلام ده. احنا يمكن كان عندنا تجربه ناجحه جدا، وهي تجربه اليو بي اي او تجربه الشراء الموحد، اللي هو ده بيعتمد على ان انا بطلب كميه كبيره جدا من الاجهزه بدل ما كل مستشفى تطلب الاجهزه بتاعتها. لما قدرنا ان احنا مصر كلها تطلب طلبيه واحده، قدرنا ان احنا نجيب احدث الاجهزه وطبعا ناخدها باحسن الاسعار، وده اللي خلى ان احنا متوفر عندنا في اغلبيه مستشفياتنا دلوقتي احدث الاجهزه الموجوده في العالم. احنا النهارده بعد المؤتمر الاولاني اقدر اقول لسعادتك ان ما فيش جهاز موجود في العالم كله مش موجود عندنا في مصر في مكان او في مكانين. طبعا دي تجربه ناجحه جدا، ودي من الحلول يمكن المبتكره شويه اللي قلع يعني برضه عشان نفهم للناس، لانه احنا محتاجين، احنا ما عندناش ميزانيات ضخمه، وزي ما تحدث السيد الرئيس احنا محتاجين نضاعف امكانياتنا سواء اطقم طبيه، فيمكن دي من الحلول المبتكره شويه اللي ممكن ننقلها للقاره. ولذلك في لو احنا جينا مسكنا في الثمان سنين اللي فاتوا وازاي اللي حصل الطفره في الطب اللي احنا شايفينها دي في الرعايه الصحيه، هنلاقي ان اول حاجه اتعمل تطوير النظام الاداري، ازاي اقدر استفيد من الامكانيات اللي معايا وازاي اقدر اطلع اقصى استفاده منها واقدر افيد بيها المريض على قد ما اقدر. قلت ده يعني حاجه صغيره اداريا قدرت ان هي توفر لي كل الاجهزه الموجوده بسعر اقل شويه. الكلام نتكلم على مستوى افريقيا كلها، وطبعا دول افريقيا عجبها الفكره جدا وقالت يا ريت طب احنا بالطريقه دي احنا ممكن نعمل الكلام ده كله وممكن يبقى عندنا الاجهزه دي. والنهارده احنا شفنا يمكن في الفيديو اللي حضرتك عرضته قد ايه الشركات مبسوطه وقد ايه هي عايزه تساعد وقد ايه ان هم اعتبروها واجب وطني الوكلاء في مصر هم يجيبوا احدث الاجهزه في مصر ويساعدوا المستشفيات انها تقتني الاجهزه دي، ومش بس كده يقدموا فرص تدريبيه للاطباء سواء المصريين او اطباء افريقيا
على الاجهزه الجديده وازاي برضو بيستفيدوا منها لاقصى استفاده. كمان احنا شايفين مشاركة عدد كبير النهاردة، هيئة التأمين الصحي، هيئة شراء موحد، كمان المنطقة بالظبط الاقتصادية لقناة السويس. بالظبط ماذا فعلا يعني ذلك وإيه انعكاسه على كمان القارة الإفريقية؟ والله يا فندم، احنا برضه هستشهد بكلمه قالها معالي وزير الصحه لما هو حب يقيس رؤيه الدول الثانيه لينا في مصر هنا، دخل على تشات جي بي تي وكلم مع الذكاء الاصطناعي وساله الوضع بتاعنا اخباره. اول كان اول حاجه قالها له قال له ان فعلا في طفره في الخدمه الطبيه وفي تحسن في اقتصاديات الصحه وفي الصحه العامه بصفه كليه يعني. كويس، هي دي يمكن النقطة كلها. احنا بنتكلم ان الصحة، احنا بنتكلم لو اتكلمنا على مصر لوحدها بتتكلم 150 مليون نسمة، ان انت حضرتك تقدر تصرف عليهم صحة او تقدر تكلف الصحة عندهم، طبعا بتفرق جدا في الاقتصاد بتاعك وازاي الصرف وازاي تستغل كل اوجه الصرف الموجودة. فطبعا في تغيير في الاقتصاديات الموجودة، في اهتمام بالميزانيات اكتر، في ترشيد الميزانيات اكتر، وفي كمان حاجة مهمة جدا البريوريتيزيشن، ان انا الاولويات ان انا اشوف ايه المشاكل اللي انا عندي، ودي من الحاجات اللي كانت مهمه جدا جدا جدا، ان انا ابدا اشوف ايه المشاكل الفعليه او المشاكل القويه الموجوده عندي دلوقتي وابدا الاول اعالجها وابدا اصلح فيها على طول، بحيث ان انا ابدا احس بالامباكت، ابدا احس بالفايده الشغل اللي انا بعمله ده. يمكن برضو في خامه الرئيس نوه على حته المبادرات الطبيه وازاي قدرت ان هي تعالج المشاكل الموجوده عندنا، زي ما قلنا فيروس سي، زي ما قلنا القوائم، انهاء قوائم الانتظار، والمريض النهارده اللي بقى بيستنى اسبوعين ثلاثه يمكن يقعد بالشهور وممكن يبقى اطول من كده، وازاي قدر ان 1,900,000 في التارجتنج كانت الاول ناويه 12,000 واحد بس، النهارده بتكلم بعد 4 سنين 1,900,000 مريض يمكن لو كانوا اتاخروا على مواعيد الاجراءات بتاعتهم ما كانوش كملوا. فطبعا دي تجربه قويه جدا، وتجربه بالتاكيد بتاثر على الاقتصاد بصفه عامه. وفكرة توطين الصناعات الطبية برضو، يعني احنا دلوقتي عندنا تجربة كبيرة كمان في مجال الأجهزة التعويضية، وممكن بالظبط، بيعمل مصانع كبيرة، ممكن نساهم في تصدير لأفريقيا، يمكن برضو انا مدينة هفكر الدواء حضرتك يا فندم، الجديدة. بالظبط يمكن هفكر حضرتك يا فندم بوقت الكورونا، يمكن طبعا من الحاجات اللي ساعدتنا جدا في التغلب على الكورونا، يمكن احنا ما تاثرتش في حياتنا قوي الكورونا وقت كانت موجوده، وقدرنا ان احنا نتعامل معها بسرعه جدا. يمكن اكتر حاجه فادتنا حاجتين مهمين جدا، لما احنا جينا عند التطعيمات وقلنا لحد ما يخلص المصنع بتاعنا احنا بنعمل تعدد لمصادر التوريد بتاع التطعيمات، مش هنعتمد على مصدر واحد بس، مش بس كده الاكتفاء الذاتي من المستهلكات، كان ده كان اهتمام. احنا مجرد ما بدات القصه بالكورونا بقى في اهتمام شديد جدا من الدوله ببناء المصانع، ببناء مصانع المستهلكات سواء الادويه او المستهلكات غير كسنها، يبقى عندنا الاكتفاء الذاتي من المستهلكات والادويه. دي طبعا بتقلل التكلفه بتاعه الادويه والمستهلكات وبتخليها متوفره على طول. كان احنا في الوقت اللي كان العالم كله كبرى دول العالم كانوا عندهم ازمه في الجوارديات والمستهلكات، كان احنا كنا بنصدر لهم من هنا. فدي من الحاجات اللي كانت قوية جدا، ودي يمكن من الحاجات اللي هي شجعت الشركات على إنتاج الأدوية المحلية، وادت حتى الأطباء والمرضى ثقة في الدواء المحلي وجودته، لما لقيته بدأ يتطلع بره وبدأ يبقى في تصدير وبدأ الكلام ده كله. والنهارده احنا ما شاء الله شايفين الشركات المحلية في المؤتمر منتجاتها كلها رائعة جدا وبتوزع في دول كثيرة، ودي حاجه برضو من الحاجات اللي خلت الرعايه الصحيه في مصر هنا ليها شكل تاني وليها يعني امباكت وليها تاثير كويس على المجتمع وعلى الاقتصاد الصحي بصفه عامه. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور، دكتور محمد خورشيد رئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي، شكرا جزيلا.